السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة 5 والأخيرة من لعبة كراش بانديكوت 3. نبدأ أول بيت ونشوف البيت الأولاني أنه بيت أو مخبلنا إيه، وبيت الرخيم. وبسم الله نبدأ. صراحة البيت ده رخم أوي، ربنا يستر ونعدي على خير. أنا عارف كار. أيوة. يلا روح. يلا نص البيت كده. يلا يا حبيبي. تعش الجوابات. ايه بتاعها؟ طلع ليزر. ايه في الليزر؟ يلا الحمد لله. يلا نص البيت. يا نهار حظي. لا حظ مرتين. حلو حلو. كويس الحمد لله. بتيجي كده نص يا صلاه النبي بتاع الانابيب كمان. بتاع الانابيب احنا عملناه يروح. يا سلام، عدينا البيت على اول محاولة. مش مصدق. الحمد لله. يلا كويس، عدينا على اول محاولة. طلع حبيب من بقى. يا نهار ابيض على ده بيت. يلا نبدأ. بسم الله. بيت رخم رخم رخم. يا رب نعدي على سلام يا رب. نبدأ كده بسم الله. يا رب نعدي على أول محاولة. مش مهم.
هي بداية غير مبشرة، بس إن شاء الله نعم. سيبنا بقى كلها تلاتة يا مساعد يا رب. تلاتة جنب بعض يا مسهل يا رب. أول واحدة إن شاء الله نعديها. يا مسهل يا رب. ناس واحد يا ربي. سهل يا رب يا رب يا رب. واحد وانا عدي يا رب يا الحمد لله. يا الحمد لله انا مش مصدق ان انا عديت البيت ده اول مرة. ونبدأ البيت اللي بعده بسم الله. يلا بسم الله نبدأ البيت. تعالى عطوة الله مطر. يلا حضرة وحمد أمه. يلا روح. انت هروح بلاش. اديني رحت بلاش. انا اقول لك على حاجة. روح روح حبيبي. الله يرحمه. انا اقعد من هالشي. يلا مت تاني. متنا كذا محاولة. المرة دي مش هنموت. احدفي يا حدافة انت. كويس كده قربنا على البيت. خد يا فتوة.
شيء لطيف. مش عاوز تموت ليه بقى؟ روح الغرف ده. يلا يا حبيبي روح. يلا كلها فردة كعب ونخش على البيت. الحمد لله عديناه. يلا حبيبي طلع طلع. ونبدأ البيت اللي بعده بسم الله. بيت الطيران يا رب يسهل بقى ونعديه بسرعة. اهلا ومرحبا بودي جارد. لا ما تخافش، الشلة دي العصابة دي بتتدرب على فيها واحد واحد. لا انت سايب وراك رجالة. يلا يا بالطيران، المرة دي البيت ده صعب شوية. يلا نبدأ بسم الله. عيب كده، عاوزين تموتوني ليه؟ يلا كلها ثلاث طيارات ونودعكم. انت تقولي كده وانا اجيلكم كده. تعالوا يا اما دي اروح انا رايح كده. قالوا تعالوا يا اما دي اروح انا رايح كده. تعالوا يا اما دي تعالوا يا ابني ايوه اروح انا رايح كده. نضرب شوط الطياره ما مش هينفع احنا رايحين كده. يلا فاضل لكم طيارتين ونودعكم. واحدة اهي. تعالى شل الترصوص. يلا فاضل لنا واحدة. فين يا سهم؟ ماشي تعالوا هنا عشان اروح هنا. تعالوا هنا عشان اروح هنا. تعالوا هنا
عشان امشي من هنا. ايوه يلا 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 بسرعة يلا عدينا الحمد لله. مع السلامة يا كاش. يلا عدينا طلع من ودانك. لا حول ولا قوة. يلا البيت اللي قبل الوحش خش بسم الله. يلا نبدأ البيت ده بسم الله كده. هو البيت اللي هو بتاع التنوير ده اللي بينوره، في فراشة بتنور، كان هيقرمني. هو يلا الله عليك يا حبيب والديك. واحد اتنين هوبا. يا رب نعدي البيت ده على خير. افتح يا رب. انا كده هنعتبر قربنا على البيت. يلا نص البيت اهو. نصنوص النصانيس. مسهل يا رب. البيت اهو الحمد لله على اول محاوله. ايه الحلاوه دي بتاعتي. يلا جاي لك يا زميلي. حبيبي اضحك اضحك. انا عارف جالك جريزة جنان من كتر بقى اللي هيحصل. صاحبك ده مش قد كلامه يعني، تخليه يسكت شوية. ايوه تعصب في الاخر هتتدرب على فات. ما تعصبش نفسك، ما تعصبش نفسك يا حبيبي. حبيبي احنا كده هنخرج عشان نجمع كل حاجة ونجيبها
100% ونخش له تاني. هنخرج كده بقى، هنجمع الحاجة ان شاء الله ونخش له بقى الدخلة الأخيرة. وجيناكم بعد ما جمعنا كل حاجة وطلعت عينينا عبال ما خلصناها، او جبنا 105، جايبين كل حاجة ونخش للدكتور ونختمها، وبسم الله نخش. يلا حبيبي، جمعنا لك الحاجة وداخلين بقى نديك القفا الكبير. ما تزعلش ما تزعلش، اوعى تعيط. الحمد لله فلت من المرة دي يا مجرم. هي الكنابل دي اللي بتخليني معرفش اجيبك على طول. يلا يا عم، يلا يا عم، يا عم يلا على تحت، انزلها تيجي وانت انزل هاته يا حبيبي، اتشقر عليه تحت. يلا عشان المستوى ده صعب شوية عن التاني. اوه هوبا، الله يرحمنا. لا المرة دي بقى مش هتموتني، مش هسيب لك السايب في السايب كده. لا يا عم على تحت، انزل هاتوا يا اوجا بوجا موجا. يلا انزل على تحت، بيتك بيتك، اصعب مستوى. ده اصعب مستوى. يلا ايه ده ما ماتش، ايه استنى هنا. وبكده نبقى ختمنا الوحش الاخير وخلصنا اللعبة خالص. ما تنسوش يا جماعة تعملوا سبسكرايب اللي مش مشترك، ولايك وكومنت
وتقولوا له ايه رأيكم في اللعبة، وان شاء الله نشوفكم في العاب تانية. وكده الحمد لله انهيناها خلاص، واسيبكم بقى مع التختيمة. ولا اله الا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. But I doubt we will see them for a long time.